حاله القلق التي نعيشها وفيروس كورونا فسرت او بعد 3 أشهر انا متوجهه الى صنعاء. 200,000 شخص على الاقل. نحن اول فريق اجنبي يصل الى اليمن منذ وصول الجائحه. عدد وفيات سارس لم يتعدى 800 شخص. إذا لم يكن هناك جائحة كوفيد يمكننا إجراء البحث بسرعة لأنني لا أستطيع الذهاب إلى أي مكان. وأخيرا قمت بتغيير طريقة البحث إلى الدراسة المكتبية. إذن ماذا يمكنني أن أفعل؟ أصبحت بفنر القرآن منطقة سوداء. لا يجب عليك مغادرة مدينة فنروبو. أنا واحد الذي لا تزال أبحثه صعبة في فنروبو. نعم، ومن الرجاء أن ينتهي هذا الوباء قريبا. لم يستر في قلبي إذا تخرجت خلال جائحة هذا الوباء ستكون حفرة التخرج عبر الإنترنت. لا تكن صاخبا، شاهده. هل وجدت الكتاب؟ وجدت حديثا. إنه يؤلمني، تعرف؟ استخدم هذا معقم اليدين. لازم علينا أن نحافظ على النظافة لأن كتبه هنا يستخدمها كثير من الناس ولم نعرف هل كانوا مصابين بفيروس كورونا أم لا. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madza bika ya akhi? Madirah ya Ustaz. Uridu an uqaddim risalah al-bahat. Min fadlik. Lahza. Ala yumkinuka an tara amam al-bab anna hunaka is'aran birtida'il kina? Madirah ya Ustaz. Taraktu kina fil ghurfah. Khudh hadha al-kina. Akniyatu muhimmatul an laysa lil mardu faqat balil jami aidan anta taniya bi sihhatina fi khasmi hadal waba ahadu birtidail kina bidayatan min anfusina. Hasanan usazi, syukran. Min fadlik ijlis. Kaifa risalatu bahsika? Alhamdulillah, laqad intahaytu minhu. Linaro yabdu bil fi'li afdal min qabl. Aqra'uha lahikon anta uda ila maktabi ba'da zuhri mujaddadan. Wa la tansa irtida'il kina. Hasanun ustazi. Syukran katsiran. Afwan.